عالية المخاطر كما يصفها الكثيرون. كاملا هاريس في مواجهة دونالد ترامب في سباق الوصول إلى البيت الأبيض. أحدث الأخبار والأرقام والفرص من اليوم وحتى يوم الانتخابات في الانتخابات الأمريكية معي راوية القاسم، فأهلا بكم. نبدأ بأبرز العناوين. في عطلة يوم العمال كاملا هاريس في ولايتين متأرجحتين وترامب يستمتع بالهدوء. في انتخابات نوفمبر الكونغرس سيجدد مجلسيه والديمقراطيون لديهم الكثير ليخسروه. كاملا I call her comrade Kamala because she's radical left. She's a radical left Marxist. هدف الوصول للبيت الأبيض قد يأتي بأي ثمن حتى لو بسيل من المعلومات المغلوطة. كما جرت العادة تمر الأيام الأولى من شهر سبتمبر في أمريكا بهدوء لأنها عطلة يوم العمال، لكن الانتخابات الرئاسية الصاخبة التي ستتم بعد شهرين تقريبا بالتحديد يوم 5 نوفمبر ستقضي على كل فرص الهدوء حتى معرفة الرئيس 47 للولايات المتحدة. هذا هو المشهد الآن في السباق الانتخابي. الولايات الزرقاء ستصوت بشكل شبه مؤكد لكاملا هاريس، الولايات الحمراء أيضا مضمونة لترامب، أما الولايات الصفراء فهي ولايات الحسم. يحتاج المرشح الفائز ل 270 صوتا في المجمع الانتخابي، هاريس تضمن 225 صوتا، ترامب يضمن 219 صوتا، وتوجد عشرات السيناريوهات التي ستمكن أي منهما من الفوز. بالتأكيد ترامب لا يريد أن يرى المشهد الذي حدث قبل 4 سنوات حينما خسر أمام جو بايدن بعد خسارته كل الولايات المتأرجحة التي كانت آنذاك 6 ولايات. وفي انتخابات هذا العام بدأت ولاية نورث كارولينا الجمهورية تغير ولاءها للديمقراطيين، ما يعني أن ترامب يبدأ هذه الانتخابات أصلا وهو مثقل بأعباء أكبر من انتخابات عام 2020. وفي يوم العمال يبدو أن لكل مرشح خطط مختلفة. حملة ترامب مثلا لم تعلن عن أي فعاليات انتخابية على العكس من حملة هاريس التي أعلنت أنها ستذهب إلى ولاية ميشيغان المتأرجحة وبعد ذلك ستنضم إلى الرئيس بايدن في فعالية انتخابية مشتركة في ولاية بنسلفانيا. تبرز أهمية الولايتين لأنهما في نطاق الولايات التي يطلق عليها الديمقراطيون الجدار الأزرق، وهي ولايات صوتت للديمقراطيين في كل انتخابات من 1992 وحتى 2020 باستثناء عام 2016 حينما هدم ترامب هذا الجدار بفوزه ببنسلفانيا وميشيغان وويسكنسن. نبدأ من ميشيغان، 15 صوتا في المجمع الانتخابي فاز بها ترامب في 2016 وخسرها في 2020. حسب نيويورك تايمز تتقدم كاملا هاريس بنقطة واحدة فقط، بالتأكيد استطلاع يقع في هامش الخطأ ويشير فقط إلى مدى التنافسية هناك. أما محطة كاملا هاريس الثانية بنسلفانيا في 2016 فكان حصول ترامب عليها هو الذي أكد فوزه بالانتخابات في 2020 كانت السبب في خسارته. بنسلفانيا تمنح الفائز بها 19 صوتا في المجمع الانتخابي، أي أنها أكبر ولاية في كل الولايات المتأرجحة. حسب نيويورك تايمز تتقدم كاملا هاريس على ترامب ب3 نقاط مئوية، 50% مقابل 47%. لكن هذه النتيجة المتقاربة تقع طبعا في نطاق هامش الخطأ، أي لا شيء أكيدا. Comrade Kamala announced that she wants to institute socialist price control. Understand what it now means and imagine Donald Trump with no guardrail.
This woman is nuts. I'm a better looking person than Kamala. ربما تكون الانتخابات الرئاسية أهم حدث يترقبه الأمريكيون والعالم في 5 نوفمبر، لكن إلى جانب ذلك يوجد حدث كبير آخر، إنها انتخابات تجديد الكونغرس بمجلسيه الشيوخ والنواب. نبدأ من مجلس النواب الذي يتم تجديد مقاعده بالكامل. يسعى زعيم الجمهوريين في المجلس مايك جونسون للحفاظ على الأغلبية وربما تعزيزها، بينما يسعى زعيم الديمقراطيين حكيم جيفريز أن يكون أول رئيس لمجلس النواب من أصول أفريقية إذا تمكن من تحقيق الأغلبية لحزبه. هذا هو مشهد مجلس النواب الآن، أغلبية جمهورية ب 220 مقعدا مقابل أقلية ديمقراطية ب 211 مقعدا مع وجود 4 مقاعد شاغرة. بالانتقال إلى مجلس الشيوخ الوضع مختلف، الديمقراطيون هناك هم أصحاب الأغلبية، تشاك شومر زعيم الديمقراطيين يريد الحفاظ على ذلك، وميتش ماكونيل زعيم الجمهوريين يرى فرصة سانحة لقلب الطاولة. أغلبية الديمقراطيين هنا ضئيلة للغاية، مقعد واحد فقط، فلديهم 50 مقعدا مقابل 49 مقعدا للجمهوريين الذين تبدو فرصهم أفضل في هذا المجلس. فبعد أن قرر السناتور الديمقراطي جو مانشين التقاعد من مقعده في ولاية ويست فيرجينيا الجمهورية بامتياز، أصبح هذا المقعد شبه محسوم أن يقلبه الجمهوريون في نوفمبر، حيث يخوض حاكم الولاية جيم جاستس سباقا سهلا أمام المرشح الديمقراطي جالين أليوت. أيضا يواجه الديمقراطيون خطرا في الولاية الجمهورية بامتياز مونتانا، حيث فرص السناتور الديمقراطي جون تستر للحفاظ على مقعده ضئيلة في مواجهة الجمهوري توم شيهي. توجد ساحة معركة أخرى في أوهايو بين السناتور الديمقراطي الحالي شيرود براون الذي يواجه الجمهوري بريني مورينو، لكن فرص الديمقراطيين في هذا السباق أفضل قليلا. المفاجأة الحقيقية قد تحدث في تكساس مع السناتور الشهير تيد كروز الذي يخوض معركة لإعادة انتخابه في مواجهة الديمقراطي وعضو مجلس النواب كولين أولبريد الذي يشكل له تحديا حقيقيا. لماذا هذه الانتخابات مهمة؟ لأنه إذا فاز رئيس على سبيل المثال وواجه كونغرس بغرفتيه من الحزب الآخر فلن يستطيع هذا الرئيس فعل الكثير، لذا يسعى الحزبان للفوز بالرئاسة والكونغرس من أجل تنفيذ السياسات المعلنة. تنضم إلينا من واشنطن نادية البلبيسي مديرة مكتب العربية في واشنطن. أهلا بك معنا نادية. إلى أي مدى يعد ظهور بايدن إلى جانب كاملا هاريس في بنسلفانيا مهما لتأمين هذه الولاية التي نعرف بأنها مسقط رأس والأصعب بين الولايات المتأرجحة؟ أكيد راوية، مهم جدا ظهور بايدن إلى جانب هاريس، لأنه كما ذكرتي أولا بايدن زار هذه بالفعل زارها أكثر من مرة، لكنها مدينة سكرينتون هي مسقط رأس بايدن، وبالتالي يعول على جذوره علاقته مع النقابات العمالية بأنه كان ينتمي إلى الطبقة الفقيرة، وبالتالي يمكن أن يحاول أن يجذب هذا الناخب بالتحديد وهذه الطبقة في أهم الولايات المتأرجحة، لأنه كما ذكرت بدون بنسلفانيا سيكون صعب بالنسبة لكاميلا هاريس أن تفوز بالانتخابات، عليها أن تأمن عدد كبير من الولايات الأخرى. لكن بالنسبة لبايدن بالتحديد أعتقد بأنه عامل مكمل لوجود هاريس. هاريس لا يوجد لها علاقة مع هذه الولاية بالتحديد، هي تأتي من الساحل الغربي، بينما هذه الولاية فيها عدد كبير من العمال الذين كانوا يعملون في مناجم الفحم ويعملون بالصناعات التقليدية، لكن الوقت مر بهم والآن نتحدث عن التكنولوجيا. لذا أعتقد حتى كلمتها عندما قالت يجب التنقيب على النفط اللي هو يسمى فراكين هنا، هو إشارة إلى أنها بالفعل تريد أن تعود إلى هذه الولايات وتكسب هذه الطبقة، الطبقة الفقيرة الكادحة، وخصوصا الرجال البيض منها الذين يصوتون لترامب بالدرجة الأولى. وجود بايدن
عامل مهم، لكن سنرى إذا كان بالفعل سيقنع الناخب في هذه الولاية المهمة جدا. نعم. التي كسبها بايدن في 2020 وكسبها ترامب في 2016. طيب نادية، دعينا نتحدث الآن عن ترامب. هل بات يلتزم بتعليمات مستشاريه لناحية التركيز على برنامجه الاقتصادي بدلا من الهجوم الشخصي إن كان على كاملا هاريس أو حتى تيم وولز؟ ترامب لا يستمع لمستشاريه. دعينا نرى هذا المقطع ثم نعود. نعم. She's defective. She's a defective person. And we don't need another defective person as president of the United States. We just had that. طبعا الهجوم الشخصي مشروع في الانتخابات الأمريكية، لكن ربما ليس بهذه الدرجة. الرئيس ترامب يقول بأنها ماركسية، بأنها غبية، بأن لا نعرف من أين أتت، ما هو هذا الاسم كاميلا هاريس، وبالتالي يشكك حتى بانتمائها. لكن المستشارين وحتى المقربين منه مثل السيناتور لينزي غرايم أكثر من مرة قال لترامب ركز على القضايا الأساسية، لأن هي القضايا التي تنجح في هذه الانتخابات، وخصوصا ملف الاقتصاد وملف الهجرة. طبعا حتى الاقتصاد في ولاية مثل بنسلفانيا هو أهم الملفات بالنسبة لترامب. ابتعد تماما عن هذا تشخيص الانتخابات، لكن ترامب هو ترامب، لا يستمع إلى طبعا مؤيديه ومستشاريه، ويقول بأنه حتى عندما يمتد في الانتخابات في المهرجانات الانتخابية على مدى ساعة وساعتين، يقول بأن مدرسي اللغة الإنجليزية يشكرونه لأنه قادر بالفعل على أن يستمر دون أن يكون هناك تيلي برومتر، أي كلمة مكتوبة أمامه، وهذه يعتبر نقطة قوة بالنسبة له وليس نقطة ضعف. شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات نادية البلبيسي، مديرة مكتب العربية في واشنطن. كثيرة هي اللقاءات التلفزيونية التي يجريها دونالد ترامب في المقابل، مقابلة تلفزيونية واحدة لكاملا هاريس منذ أن أصبحت مرشحة الديمقراطيين للرئاسة. حتى قبل ذلك هي نائبة رئيس، لم تكن محبة للقاءات، الأمر الذي تسبب في هجوم كبير من ترامب عليها. وحتى بعد أن أجرت مقابلتها الأخيرة مع قناة CNN، يقول ترامب إن محاورتها دانا باش دللتها كثيرا. هذا ما قاله ترامب عن هاريس في لقاء يوم أمس مع فوكس نيوز. And now I have Kamala. I call her comrade Kamala because she's radical left. She's a radical left Marxist, and that's what she is. And she'll destroy our country. There's not going to be any fracking in Pennsylvania, and for her whole life there was none. She fought people like I've never seen anything like it. Look at the way she fought Justice Kavanaugh, the viciousness and the violence. She's a Marxist. الحديث عن أن كاملا هاريس قد تمنع التنقيب عن الغاز باستخدام تقنية التكسير الهيدروليكي يثير مخاوف رئيسية للناخبين في ولاية بنسلفانيا التي يعتمد اقتصادها على هذا النشاط. في عام 2019 حينما حاولت هاريس الحصول على ترشيح الحزب الديمقراطي للرئاسة، قالت إنها تؤيد بشدة حظر هذه الصناعة، ولكن الآن يبدو أنها تحاول طمأنة الناخبين في بنسلفانيا بشأن هذه القضية. When you were in Congress, you supported the Green New Deal. And in 2019, you said, quote, there is no question I'm in favor of banning fracking. Fracking, as you know, is a pretty big issue, sure. particularly in your must-win state of Pennsylvania. Sure. Do you still want to ban fracking? No, and I made that clear on the debate stage in 2020, that I would not ban fracking. As vice president, I did not ban fracking. As president, I will not ban fracking. إذن ترامب استخدم هجوما على هاريس في قضية أكدت أنها تراجعت عن موقفها فيها، لكن ترامب ليس وحيدا في استخدام المعلومات المغلوطة، فهاريس كذلك قامت بالأمر نفسه. شاهدوا إعلان حملتها الأخير. What could a second Trump administration look like? Project 2025. Project 2025. This 922-page handbook concentrates power solely in the hands of the president. Trump's Project 2025 agenda is a threat to middle-class families. Cutting Social Security benefits. Cuts to Medicare. Higher taxes for working-class Americans. Dismantling the Departments of Education. Restricting abortion rights. Donald Trump wants to take our country backward, but we are not going back.
مشروع 2025 هو مشروع كتبته مؤسسة يمينية أمريكية. يقول الديمقراطيون إن ترامب يدعمه رغم نفي ترامب لذلك. ينضم إلينا من واشنطن أستاذ الإدارة السياسية في جامعة جورج واشنطن الدكتور تود بيلت. أهلا بك معنا دكتور تود. ترامب قال أكثر من مرة أنه لا علاقة له بمشروع 2025 المتطرف، هكذا يوصف، بل إنه وصف هذا المشروع أيضا بأنه فيه الكثير من الأشياء الغبية. وبالتالي لماذا يلجأ الطرفان إن كان كاملا هاريس أو ترامب إلى ترديد معلومات مغلوطة، مع العلم بأنه الحزب الديمقراطي لطالما اتهم ترامب بأنه كاذب؟ Well, thank you for having me on again. شكرا لاستضافتي مرة أخرى. يسعدنا أن أكون معكم وتحياتي لمشاهديكم. مشروع 2025 هو في الحقيقة خطة للمساعدة الرئيس الجمهوري القادم وفريقه الحكومي. ومن الأشياء التي يفعلها الرئيس هو تعيين 5000 شخص إلى مناصب مختلفة. وما حصل مع عندما انتخب دونالد ترامب عام 2016 وقبل تنصيبه عام 2017 كان هنالك لبس كثير. أولا كريس كريستي كرئيس الانتقالي، أو ثم عين جيرد كوشنر، وجيرد كوشنر لم يكن يعرف ما الذي يفعله. فهؤلاء الأشخاص وبشكل أساسي هم أو الذين رسموا مشروع 2025 هم منظمة الهيريتج فاونديشن ومجموعة أخرى من المؤسسات التي فيها بعض موظفي ترامب السابقين فيها. والفكرة هي التخلص من البيروقراطية الاتحادية و إشراك الموالين لترامب. والديمقراطيين يقولون يستخدمها كوسيلة تخويف ويقول أنه سيكون مستبدا، وتحدث عن ذلك منذ اليوم الأول. ولكن حتى وإن قال أنه لن يستخدمه، فالكثيرون ممن عملوا معهم جمعوا هذا المشروع، وهو يوفر خلفية لهم لكي يستودع الكثير من السلطات إذا ما تم تنصيبه رئيسا مرة أخرى. نعم سيد تود، دعنا نتحدث الآن عن التمويل. آخر إفصاح لحملة كاملا هاريس يشير إلى أنها تمتلك 219 مليون دولار، بالمقابل يمتلك ترامب 151 مليون دولار، خصوصا أن التبرعات للديمقراطيين زادت بشكل كبير بعد انسحاب بايدن. هل المال قد يحسم هذا السباق برأيكم؟ هذا صحيح. حملة هاريس جمعت مبالغ أكثر بكثير من حملة ترامب بنسب 4-1 حسب شهر يوليو، وهذا ما يقولونه. وهنالك أيضا أموال تذهب إلى الكتل أو اللجان السياسية التي لا تنسق عملها مع الحملات، وإمكانها إنفاق أموالها الخاصة لدعم المرشح. إذن هنالك أموال أكثر مما ذكر الأسبوع الماضي. لدينا مجموعات الإنفاق المستقلة غير المسجلة في الحكومة الاتحادية، وهي أيضا أموال غير منسقة وتنفق أموالا كثيرا. إذن سيكون هنالك أكثر من ملياري دولار تنفق في هذه الانتخابات. هاريس لديها الأفضلية، خاصة الأموال التي جمعتها، وهذا أفضل المرشحين إذا ما كانت لديهم أموالهم الخاصة في حملاتهم، لأنهم يدفعون أقل للحملات، وهكذا تستخدم أغلب هذه الأموال على الإعلانات. استراتيجيا إلى الآن حملة هاريس أطلقت إعلانات كثيرة، أنفقوا 270 مليون أو يخططون أنفاقها في الشهر القادم على الإعلانات الرقمية، خاصة تيك توك، حيث الناخبين الشباب لأنهم يرغبون باستعادة بعض الخسائر التي تسبب بها بايدن مع الشباب، وكذلك إعلانات التلفزيونية، وكذلك الولايات التي لا يحتاجها الديمقراطيون بل يحتاجها ترامب لكي يفوز، فهم وضعوه في وضع دفاعي بهذه الأموال. نعم سيد تود، باختصار لو سمحت، الآن نتحدث عن ولاية بنسلفانيا، ما نقاط قوة وضعف إن كان ترامب أو هاريس فيها، وكيف سيستطيعان حسم هذه الولاية المتأرجحة؟
Right. Well, you brought up Pennsylvania. أنت ذكرتي بنسلفانيا وهذه ولاية مثيرة جدا للاهتمام للانتخابات الرئاسية. حاليا يبدو أن كامالا هاريس متقدمة بنقطة مئوية واحدة على ترامب، ولكنها ضمن هامش الأخطاء الإحصائية، فالنتيجة قريبة جدا ولكن تحديدها علينا أن نتذكر بأن ترامب فاز بهذه الولاية عام 2016 ولكن بايدن استعادها بقوة عام 2020، ولكنه بلا شك من بنسلفانيا لذلك ساعدت. فحملة هاريس إذا ما تمكنت من الفوز بميشيغان ويسكونسن وبنسلفانيا فهي الولاية. شكرا جزيلا لك من واشنطن أستاذ الإدارة السياسية في جامعة جورج واشنطن دكتور تود بيل. شكرا جزيلا لكم مشاهدينا، وصلنا لنهاية برنامج الانتخابات الأمريكية، اللقاء يتجدد غدا، إلى اللقاء.